قوله تعالى: ولا تقولوا على الله إلا الحق، فيه نهي من أن يقال على الله عز وجل إلا بالحق. ما هو الحق؟ الحق هو الذي جاء به جل وعلا في كتابه، أو جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه ليس من الحق في شيء. وهذه الآية إن كانت في اليهود والنصارى، إذ قالت اليهود بأنه ولد زنا، وقالت النصارى بأنه ابن لله أو أنه إله، إلا أنها شاملة. ومن ثم فإنه لا يجوز لأحد أن يقول قولا في شرع الله عز وجل لم يأتي عليه دليل، ولا يجوز له أن يتقول على الله ما لا علم له به. ولذا قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. والنهي هنا نهي عن القول، ولا يعني أن العمل يخرج من هذا، فإنه لا يجوز لأحد أن يخالف عمله قوله. فإذا قلت الحق فيجب عليك أن تعمل بهذا الحق، وإلا فما الفائدة من هذا القول؟ فإن القول لا اعتداد به دون أن يكون هناك عمل مبني على هذا الحق. فقد يقول قائل: إنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكنه لا يعمل به، فهذا ضل ولا ينفعه اعتقاده،